10 مساء في مسقط، هذه نشرة الأخبار. أهلا بكم، البداية بأبرز العناوين. وزارة النقل والاتصالات تعلن عن طرح مناقصة استشارية لإنشاء مطار إقليمي ومدرجين في محافظة مسندة. وزير الخارجية الإيراني في دمشق لتقديم مبادرة سلام إيرانية، وأعمال عنف تستبق الزيارة يسقط فيها عشرات القتلى. الرئيس التركي يجمد عملية السلام مع حزب العمال الكردستاني، ومداهمات واعتقالات تستهدف مسلح الحزب. السلام عليكم ورحمة الله. مطار إقليمي جديد بالإضافة إلى مدرجين في ولايات دبا ومدحة بمحافظة مسندم أسندت مناقصة خدماتها الاستشارية. وستنفذ المناقصة التي أعلنت عنها وزارة النقل والاتصالات على مرحلتين، تعنى الأولى باقتراح مواقع الإنشاء في الحرف وبوخة وليمة ومطار خاصة بالحالي، فيما تتعلق المرحلة الثانية بدراسة الطقس وتكلفة الإنشاء. تنفيذا لخطط وزارة النقل والاتصالات في توسيع المطارات بالسلطنة، طرحت الوزارة مناقصة الخدمات الاستشارية لإنشاء مطار إقليمي ومدرجين بولايتي دبا ومدحة في محافظة مسندم. المناقصة المعنية بتنفيذ موقع المطار الإقليمي والمدرجين ستنفذ على مرحلتين، إذ تختص المرحلة الأولى بدراسة 4 مواقع مقترحة في كل من الحرف وبوخة وليمة، بالإضافة إلى مطار خصب الحالي، مع دراسة إمكانية إزالة جميع العوائق في المطار لتمكين الطائرات من الإقلاع في كلا الجهتين. هذه المرحلة تتعلق بعمل مسح جغرافي لجميع المواقع وتوفير بيانات دقيقة للطقس كالرياح التي تؤثر على اتجاه المدرج، وإجراء تقييم فني ومالي، واختيار الموقع الأنسب لبناء المطار من الناحية الفنية والمالية. أما المرحلة الثانية فتتعلق بعمل دراسة تفصيلية تتضمن استمرار توفير بيانات الطقس على الموقع المقترح وإعداد المخطط العام للمطار من جميع مرافقه حسب المواصفات العالمية والتكلفة التقديرية، إضافة إلى توفير بيانات حول التأثير البيئي على المنطقة في حال إنشاء المطار. هذه المناقصة تأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الحكومة لتسهيل الحركة الجوية بين مختلف محافظات السلطنة من خلال توسيع المطارات القائمة أو استحداث مطارات جديدة بمواصفات عالمية، إذ قامت في الفترة الأخيرة بإدخال مطاري صحار الدقم إلى الخدمة، بالإضافة إلى افتتاح المدرج ومبنى المسافرين الجديدين في مطار صلالة. أكثر من 20 مليار ريال عماني صادرات السلطنة في العام الماضي، بينها 4 مليارات ريال عماني لصادرات عمانية المنشأ غير النفطية. وتنوعت هذه الصادرات بين المنتجات النفطية والصناعية والمواد الغذائية والمنتجات الحيوانية والنباتية. تجاوزت قيمة إجمالي صادرات السلطنة من المنتجات العمانية الخالصة 4 مليار ريال عماني من مجمل الصادرات البالغ قيمتها 20 مليار و463 مليون و400 ألف ريال عماني، وفق ما أشار تقرير الصادرات العمانية للعام 2014 الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. وأوضح التقرير أن قيمة صادرات السلطنة من النفط الخام فاقت 11 مليار ريال عماني، فيما بلغت قيمة صادرات الغاز الطبيعي المسال 1 مليار ريال عماني. وتصدر الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطير هذه المواد والشموع المعدنية قائمة أهم 10 منتجات عمانية مصدرة خلال العام 2014، حيث بلغت قيمتها 914 مليون و700 ألف ريال عماني، فيما جاءت المنتجات الكيماوية العضوية في المرتبة الثانية مسجلة 600 مليون ريال عماني، تلتها منتجات الألمنيوم ومصنوعاته بما يقارب 400 مليون ريال عماني. وفيما يتعلق بصادرات السلطنة من المواد الغذائية فقد سجلت سلع الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية ما يتجاوز 200 مليون ريال عماني، فيما تجاوزت المنتجات النباتية 66 مليون ريال عماني، ومنتجات صناعة الأغذية ومشروباتها قاربت 200 مليون ريال عماني.
وجاءت الدول في المراكز الثلاثة الأولى التي صدرت لها السلطنة سلعها، كل من دولة الإمارات العربية المتحدة بصادرات بلغت قيمتها 776 مليون ريال عماني، فيما استحوذت باكستان على نسبة 18.8% بقيمة صادرات تجاوزت 450 مليون ريال عماني. واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثالثة مسجلة قيمة صادرات بلغت أكثر من 400 مليون ريال عماني. ووفق منافذ التصدير للعام 2014 فقد تجاوزت قيمة الصادرات غير النفطية عبر الموانئ 5 مليارات ريال عماني، كما تجاوزت قيمتها عبر المنافذ البرية المليار ريال عماني، فيما حققت المطارات 100 مليون ريال عماني من صادرات السلطنة. إلى الأخبار العربية والعالمية في هذه النشرة، حيث وصل إلى العاصمة السورية دمشق وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لتقديم مبادرة إيرانية لتسوية الأزمة السورية. وفور وصوله دمشق التقى الرئيس السوري بشار الأسد الوزير الإيراني، ونقلا عن مصادر إيرانية فمن المقرر أن يبحث الوزير الإيراني في دمشق خطة سلام من أربع نقاط تريد إيران أن تقدمها إلى الأمم المتحدة لإنهاء الحرب الأهلية السورية، ومن بين تلك النقاط وقف إطلاق النار وتشكيل حكومة وحدة وطنية. ومن لبنان، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن طهران تمد يد التعاون للجيران في المنطقة للقيام بعمل مشترك من أجل مكافحة الإرهاب. وأكد ظريف الذي التقى رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام، أكد أن هناك فرصة جديدة ورؤية قائمة على الحوار للاستقرار في المنطقة والوقوف أمام التطرف والإرهاب. من جهتها قالت المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية مرضية أفخم، قالت إن زيارة جواد ظريف إلى بيروت تأتي لبحث عدة قضايا منها خطة جديدة لحل الأزمة في سوريا، موضحة أنه سيتم الكشف عن تفاصيل الخطة بعد مشاورات مع الحكومة السورية في دمشق. وقبيل ساعات من وصول وزير الخارجية الإيراني إلى دمشق، سقط نحو 40 قتيلا وعشرات الجرحى في قصف متبادل بين القوات السورية ومقاتل المعارضة المسلحة، في وقت شن فيه الطيران السوري غارات جوية استهدفت أحياء أبو رمانة والبرامكة والقصاع في العاصمة السورية. أسفر القصف المكثف الذي قام به مقاتلو المعارضة والغارات الجوية التي شنتها القوات الحكومية حول العاصمة السورية دمشق عن سقوط قرابة 40 قتيلا وإصابة العشرات في موجة عنف جديدة بدأت قبل ساعات من وصول وزير الخارجية الإيراني إلى دمشق. الغارات الجوية التي شنها طيران الحكومة السورية على مناطق في الغوطة الشرقية جاءت بعد ساعات من قصف مقاتلي فصائل المعارضة أحياء عدة في دمشق، حيث أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى سقوط أكثر من 50 قذيفة على وسط العاصمة مستهدفة حي المزة وساحة الأمويين ومحيط السفارة الروسية بدمشق. واستهدفت تلك الغارات أحياء تقع تحت سيطرة المعارضة في العاصمة، ومن بينها حمورية وسقبة وكفر بطنة ودومة والأربعين، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. ولم يمنع تجدد العنف إعلانا للأطراف المتحاربة عن وقف لإطلاق النار مدته 48 ساعة في بلدة الزبداني الخاضعة لسيطرة المعارضة وفي محافظة إدلب بوساطة إيرانية تركية. من جانبها استهدفت طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة مستودعا للذخيرة تابعا لتنظيم داعش في منطقة أطمة في ريف إدلب، وتسببت الضربات الجوية في مقتل 10 من مسلحي تنظيم داعش بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي أشار إلى أن هذه المنطقة تضم مخيما كبيرا للنازحين السوريين لكن دون أن يصابوا بأذى. دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون أطراف الحوار السياسي الليبي إلى بذل الجهد للتوصل إلى اتفاق سريع ينقذ ليبيا من الانقسام الذي تشهده، مؤكدا على ضرورة ترشيح شخصيات تحظى بقبول الجميع لإدارة الحكومة. وتواصل الأطراف الليبية في العاصمة السويسرية جنيف جولة جديدة من مباحثات الحوار السياسي
تناقش خلالها تشكيل حكومة وحدة وطنية يمكن الاستفتاء عليها بحلول شهر سبتمبر، كما تطرق للجوانب الأمنية وطريقة عمل المؤسسات الحكومية الجديدة التي نص عليها اتفاق صخيرات. في هذه الأثناء تواجه الحكومة الليبية المعترف بها دوليا مستقبلا غير واضح بعد إعلان رئيسها عبد الله الثني أنه سيستقيل من منصبه، ومن غير الواضح ما إذا كان الثني سيؤكد الاستقالة التي قدمها خلال مقابلة تلفزيونية، لكن المتحدث باسم الحكومة الليبية قال حتى الآن لم يتم تقديم الاستقالة. ويرى مراقبون الشأن الليبي أن من شأن هذه الخطوة أن تضيف مزيدا من عدم الوضوح السياسي في ليبيا، خاصة مع اجتماع الفصائل المتناحرة لليوم الثاني في جنيف. تتواصل المواجهات بين القوات الموالية للرئيس اليمني عبد رب منصور هادي والمسلحين الحوثيين بمحافظة شبوة شرق اليمن وفي مناطق متفرقة في اليمن، فيما طالب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالسماح لموظفي الإغاثة بحرية التحرك لتوصيل المواد الغذائية لمحتاجيها، حثا الأطراف المتحاربة نحو السعي للتوصل لحل من خلال التفاوض. تتواصل المواجهات بين القوات الموالية للرئيس اليمني عبد رب منصور هادي والمسلحين الحوثيين في شبوة شرق اليمن، حيث اندلعت معارك عنيفة بين الطرفين في منطقة النقبة شرق عتق في محاولة من جانب القوات الموالية للرئيس هادي للسيطرة عليها بعد أن خضعت لهم منطقتا العرم وقرن السوداء بمديرية حبان، سقط خلالها قتلى وجرحى. ومع تقدم القوات الموالية للرئيس هادي في العديد من المدن، يواصل طيران التحالف العربي قصفه لمواقع الحوثيين المسلحين شمال العاصمة اليمنية صنعاء. وفي تعز وسط اليمن، شن طيران التحالف العربي غارات استهدفت جبل صبر المطل على مدينة تعز الذي يشهد مواجهات بين الطرفين المتقاتلين. يأتي ذلك في وقت تحدثت فيه مصادر يمنية عن لقاء جمع المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ مع الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي في الرياض. وحسب تلك المصادر فإن ولد الشيخ نقل للرئيس هادي خلال اللقاء ما وصف بتجاوب المسلحين الحوثيين مع قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بتسوية الأزمة اليمنية، وبشروط من بينها وجود مراقبين دوليين على الأراضي اليمنية. أما إنسانيا فقد طالب بيتر مورار رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ختام زيارته لليمن بالسماح لموظفي الإغاثة بحرية التحرك لتوصيل المواد الغذائية والماء والدواء لمحتاجيها، حاثا الأطراف المتحاربة على السعي للتوصل إلى حل من خلال التفاوض. المسؤول الدولي أشار إلى أن الوضع الإنساني في اليمن لا يمكن وصفه بأقل من الكارثي، قائلا إن كل أسرة في اليمن تأثرت بهذا الصراع. في تركيا، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تجميد عملية السلام التي بدأت في العام 2012 مع حزب العمال الكردستاني. الرئيس التركي تعهد أمام أعضاء مجالس بلدية في أنقرة بمواصلة العمليات العسكرية ضد من وصفهم بالمتمردين حتى يغادروا تركيا ويتخلون عن أسلحتهم. في الأثناء نفذت السلطات التركية مداهمات في أنقرة وثلاث مدن أخرى ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني على خلفية اتهامهم بالتخطيط لشن هجوم انتحاري في مدينة ديار بكر، كما اعتقلت 12 شخصا ممن يشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش. إذن نشرتنا لازالت مستمرة وتتابعون فيها بعد قليل. أزياء عمانية تجسد جانبا من حضارة السلطنة إلى أجواء إكسبو ميلان.
جناح السلطنة عمان في إكسبو ميلانو 2015 من الأول من مايو وحتى نهاية أكتوبر 2015. وزارة النقل والاتصالات تعلن طرح مناقصة استشارية لإنشاء مطار إقليمي ومدرجين في محافظة مسندة. وزير الخارجية الإيراني في دمشق لتقديم مبادرة سلام إيرانية، وأعمال عنف تستبق الزيارة يسقط فيها عشرات القتلى. الرئيس التركي يجمد عملية السلام مع حزب العمال الكردستاني، ومداهمات واعتقالات تستهدف مسلح الحزب. أهلا بكم ثانية. تسهيلا للخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في محافظة ظفار، افتتحت شرطة عمان السلطانية مبنى خدمات الشرطة بمنطقة عقد في ولاية صلالة. رعى الاحتفال سعادة الشيخ سالم بن عوفيت الشنفري رئيس بلدية ظفار. الاحتفال بافتتاح مبنى خدمات الشرطة بمنطقة عقد بولاية صلالة يأتي وفق منظومة شرطة عمان السلطانية التطويرية والرامية إلى إيصال خدماتها للمجتمع بصورة تتسم بالسهولة واليسر، وتنطوي تحت مظلة خدمية واحدة لتقديم خدمات متعددة تلامس احتياجات ومتطلبات أهالي ولاية صلالة. ما في شك هذا المكتب للخدمات المواطنين سيسهل عليهم الكثير من الخدمات، وما شاهدته يثلق الصدر. أتوجه بالشكر الجزيل لكل من قام على هذا المبنى وكل من سهر على أمن الوطن، أتوجه لهم بالشكر وأتمنى لهم التوفيق والنجاح في ظل قائد مسيرتنا جلالة السلطان حفظه الله ورعاه وأيده بنصره. ومواكبة للطفرة الكبيرة في عالم التقنية والاتصالات، تم تزويد المبنى بأحدث الأجهزة والوسائل التقنية الحديثة لاستقبال المراجعين، وسيعمل المبنى على تقديم كافة الخدمات المتعلقة بالجوازات والإقامة من حيث الإصدار الجديد لجواز السفر العماني والتجديد وبلاغات الفقدان، كذلك إنجاز المعاملات المتعلقة بالتأشيرات والإقامة، إضافة إلى تقديم كافة الخدمات المتعلقة بالبطاقة المدنية للعمانيين وبطاقة الإقامة للأجانب. كما يوفر المبنى الخدمات المتعلقة بالمرور كتجديد وفحص المركبات واستخراج وتجديد رخص السياقة. حقيقة سوف يقدم الكثير من الخدمات لمنتسبي هذه المنطقة من عمال ومن موظفين، وحقيقة احنا سعداء جدا جدا بافتتاح هذا المركز. ويتألف المبنى من صالات تحتوي على كافة وسائل الراحة، حيث تم تزويدها بالكوادر البشرية المؤهلة والمدربة لتقديم كافة الخدمات الشرطية بجودة عالية. افتتاح هذا المبنى الجديد للخدمات الشرطية بعقد يأتي في إطار اهتمام وحرص شرطة عمان السلطانية على تطوير وتحديث منشآتها الشرطية، حيث يتألف هذا المبنى من دورين، وتم تخصيص الدور الأول للمواطنين والدور الثاني للمقيمين، وذلك بهدف التقليل من الازدحام وسرعة تقديم الخدمة لطالبيها. الملازم أول منير بن محمد آل سنان من مبنى الخدمات الشرطية بعقد ولاية صلالة. أكثر من 393 ألف زائر عدد زوار محافظة ظفار في موسم الخريف حتى نهاية يوم أمس، مقارنة ب 272 ألف زائر في الفترة ذاتها من العام الفائت، بنسبة نمو بلغت 45%. وشكل الزوار العمانيون النسبة الأعلى لزوار المحافظة ليبلغوا 45%، فيما جاء زوار دولة الإمارات العربية المتحدة ثانيا مشكلين نسبة 11%، وشكل زوار بقية مواطني دول مجلس التعاون نسبة 5.5%. وفي إيطاليا تجاوز عدد زوار جناح السلطنة في معرض إكسبو ميلان 1,700,000 زائر، وذلك بتزامن مع استمرار الجناح في التعريف بالمقومات التي تتميز بها السلطنة. وشهد الجناح مؤخرا تنظيم فعالية للتعريف بالأزياء العمانية المتميزة التي تزخر بها كافة محافظات السلطنة.
الأزياء المميزة والمتنوعة لمحافظات السلطنة كانت حاضرة في الجناح العماني بمعرض إكسبو ميلان 2015 من خلال احتفالية قدم خلالها تعريف بأنواع هذه الأزياء وطرق حياكتها، بالإضافة إلى عروض من الفنون العمانية المغنى. أشكر حكومة السلطنة أن فتحتنا المجال أن نقدم الأزياء العمانية القديمة والحديثة في أرض الموضة وهي ميلان. وفد من اللجنة الوطنية للشباب شارك في الفعالية واستمعوا فيها لشرح عن الدور الذي يقوم به جناح السلطنة في المعرض، والذي صمم ليجسد مفردات ومعطيات البيئة والطبيعة والعمارة في المجالات المتصلة بالموضوعات التي يتناولها جناح السلطنة في إكسبو ميلان، والذي يعكس الجوانب الثقافية والتراثية والفنية وقصة الإنسان مع البيئة والأرض والغذاء. أتاحت لنا اللجنة الوطنية للشباب المشاركة في معرض إكسبو، والذي يحتوي على ثقافة 148 دولة في الغذاء والطاقة، وقد زرنا جناح السلطنة المتميز بين كل الدول، ونشكر كل القائمين على جناح السلطنة لجهودهم المتميزة في الجناح. لنا كل الفخر والاعتزاز لزيارة هذا المعرض، وقد قمنا بزيارة مختلف الدول والتعرف على الحضارات المختلفة والشعوب، وكان صراحة الجناح العماني مميز كثير في طرحه للأفكار والمعلومات. الإحصائيات الأحدث حول جناح السلطنة في المعرض أظهرت زيارة أكثر من 1,700,000 زائر من مختلف دول العالم، حيث أظهر الزائرون اهتماما واسعا للتعرف على ما تزخر به البيئة والمشاركة العمانية التي وفرت لهم فرصة لاستكشاف ما تزخر به السلطنة من مقومات سياحية، والتي شملت كافة ربوع عمان وما تحقق فيها من منجزات جعلت منها إحدى الدول ذات الجذب في جميع القطاعات. معرض التراث والثقافة يحوي صورا للمواقع الأثرية والتاريخية، ويعرض كتبا متنوعة تحكي تاريخ السلطنة. المعرض افتتح في ولاية صلالة بمحافظة ظفار تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية. على أنغام الفنون العمانية المغنى والأجواء الخريفية الرائعة، افتتح معرض التراث والثقافة بمحافظة ظفار على أرض مركز البلدية الترفيهي، الذي يأتي في إطار التعريف بدور وزارة التراث والثقافة وتواصلها مع المجتمع وتعزيز دور المشاركة الوطنية في التنمية الثقافية. يشمله أو يشتمله هذا المعرض من أقسام تظهر مدى عرق تاريخ السلطنة ومدى قدرات أبناء هذا الوطن في إظهار هذا التاريخ. هناك أقسام شارك فيها مجموعة من الشباب بلوحات فنية تجسد تاريخ هذا البلد وموروثه الحضاري. هناك أقسام معنية بالجانب العلمي تبين مدى قدرات الشاب العماني على الابتكار. فكل الشكر والتقدير لوزارة التراث والثقافة على هذا الاهتمام. إشهار المؤسسات الثقافية الأهلية والإشراف عليها من أبرز الأهداف التي تضمنها هذا المعرض، وقد اشتمل المعرض على عدد من اللوحات الفنية لأعضاء المرسم والنادي العلمي بالمديرية العامة للتراث والثقافة بمحافظة ظفار، وكذلك مطبوعات تعريفية إضافة إلى صور الفوتوغرافية للمواقع الأثرية والتاريخية، إلى جانب عرض عدد من الكتب والمخطوطات التاريخية. سالم بن بخيت العامري، صلالة، محافظة ظفار. أما الآن جاء دور زميل خالد العبري ليأخذنا في جولة اقتصادية. أوربيك، نحن نصنع وقود الحياة. أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى الموجز الاقتصادي وتتابعون فيه.
61 مليون ريال عماني الأرباح الصافية للشركة العمانية للاتصالات عمان تل. إلى التفاصيل، أعلنت الشركة العمانية للاتصالات عمان تل عن نتائجها المالية الغير مدققة لفترة الربع الثاني المنتهية في 30 من يونيو من العام الجاري، وسجلت الإيرادات نموا جيدا بلغ 7.5% لتصل إلى 256 مليون و600 ألف ريال عماني مقارنة ب 238 مليون و600 ألف ريال عماني خلال نفس الفترة من العام السابق، فيما حققت الشركة أرباحا صافية قدرها 61 مليون و300 ألف ريال عماني مقارنة ب 65 مليون و900 ألف ريال عماني خلال نفس الفترة من العام الماضي. بلغ سعر نفط عمان تسليم شهر أكتوبر القادم 49 دولارا أمريكيا و71 سنتا، وأفادت بورصة دبي للطاقة أن سعر نفط عمان شهد انخفاضا بلغ دولارا أمريكيا 1.10 سنتات عن سعر يوم أمس الثلاثاء الذي بلغ 50 دولارا أمريكيا و81 سنتا. تجدر الإشارة إلى أن معدل سعر النفط العماني تسليم شهر أغسطس الجاري بلغ 61 دولارا أمريكيا و 84 سنتا للبرميل، منخفضا بذلك دولارا أمريكيا 1.78 سنتا مقارنة بسعر تسليم شهر يوليو الماضي. وفي الأسواق العالمية، وصلت أسعار النفط الخام هبوطها مع استمرار انخفاض عملة الصين، ويقلص انخفاض اليوان القوة الشرائية الصينية للواردات المقومة بالدولار مثل النفط، وهو ما قد يضعف الطلب على الوقود. وبلغ سعر الخام الأمريكي في العقود الآجلة 42 دولارا أمريكيا و87 سنتا للبرميل بانخفاض 21 سنتا عن سعر أمس الثلاثاء، في حين نزل سعر مزيج برنت في العقود الآجلة 30 سنتا إلى 48 دولارا أمريكيا و88 سنتا للبرميل. وقالت وكالة الطاقة الدولية إن الطلب العالمي على النفط ينمو بأسرع وتيرة له في 5 سنوات بفضل تعافي النمو الاقتصادي وانخفاض الأسعار، لكن تخمة المعروض العالمي كبيرة جدا وستستمر في 2016. نحن في أوربيك نعمل لأجلكم. هدفنا تنمية الموارد البشرية العمانية. نحن فخورون بتزويدكم وقود الطاقة. نحن شركاء في دفع عجلة التنمية. أوربيك، نحن نصنع وقود الحياة. قالت مصادر في الاتحاد الأوروبي إنه من المتوقع انكماش الاقتصاد اليوناني بنسبة 2.3% خلال العام الجاري، ويرى خبراء أن سوء التوقعات جاءت نتيجة تأثير غلق البنوك وفرض قيود على حركة رؤوس الأموال في اليونان لأكثر من شهر على خلفية أزمة الديون اليونانية. ومنذ صدور التوقعات اضطرت أثينا لاتخاذ خطوات عديدة بهدف منع خروج الأموال منها بعد الفشل في التوصل إلى اتفاق مع الدائنين الدوليين لتمديد قروض الإنقاذ. سجلت معظم أسواق الأسهم في الشرق الأوسط تراجعا مع هبوط الأسهم العالمية والسلع الأولية، وذلك بفعل استمرار الصين في خفض قيمة عملتها اليوان بحسب مراقبين. في خطوة مفاجئة بعد بيانات اقتصادية ضعيفة، أقدمت الصين على خفض قيمة عملتها اليوان بنسبة 2% لتسجل أقل مستوى في نحو 3 أعوام. ووصف البنك المركزي الخفض بأنه استثنائي، ويأتي استنادا لأسلوب جديد لإدارة سعر الصرف يعبر بشكل أفضل عن العوامل في السوق، ولكن اقتصاديين قالوا إن الهدف هو دعم الصادرات. وأظهرت البيانات مطلع الأسبوع تراجع الصادرات بمقدار 8.3% في يوليو بفعل ضعف الطلب من 3 من أكبر الشركاء التجاريين في أوروبا والولايات المتحدة واليابان.
وقال البنك المركزي إن تجارة الصين تسجل فائضا كبيرا، وسعر الصرف الحقيقي لليوان لا يزال قويا ولا ينسجم مع توقعات السوق، لذا تعين تحسين متوسط السعر لتلبية احتياجات السوق. وتتحكم الصين في سعر الصرف من خلال متوسط للسعر يمكن أن يتحرك بنسبة 2% يوميا، وخفض بنك الشعب الصيني متوسط السعر إلى نحو 6.23 يوان للدولار مقابل نحو 6.12 يوان عند التسوية يوم الاثنين، وهو أكبر تعديل يومي لمتوسط السعر على الإطلاق. وتمثل هذه الخطوة تراجعا عن سياسة اليوان القوي التي كانت تهدف لدعم الطلب المحلي، وساعدت الشركات الصينية على الاقتراض والاستثمار في الخارج. ويقول الخبير الاقتصادي جيف لويس إن هناك نوع من المبالغة الكبيرة في تقييم آثار خفض اليوان. تغير معدل التبادل مع الدولار بمقدار 2% فقط، ومعظم العملات تتغير بمقدار أكبر من هذا يوميا تقريبا، لكننا اعتدنا على استقرار اليوان. الأمر يتعلق في الأساس بارتباط سعر الصرف وكل المباحثات حول زيادة الروابط وتحرير حساب رأس المال. لقد ثبتت الصين عملتها لفترة طويلة وتعافى الدولار الآن، وهذا مثل تحديا للصين وفقدت قدرتها التنفسية. وسجل ثاني أكبر اقتصاد في العالم تباطؤا ملحوظا العام الجاري، ويعتقد اقتصاديون أن وتيرة النمو تقل كثيرا عن المعدل المستهدف للعام الجاري عند 7%، وهو الأقل في الصين منذ 25 عاما. بهذا وصلنا إلى نهاية الموجز الاقتصادي، عودة إلى الزميلين سليمان وخالد وبقية أخبار النشرة. أوربيك، نحن نصنع وقود الحياة. شكرا لك خالد العبري. إلى مصر، حيث أعلنت وزارة الصحة المصرية ارتفاع عدد الوفيات جراء موجة الحر التي تشهدها مناطق مصرية واسعة منذ عدة أيام إلى 61 حالة وفاة، بعد أن قضى نحو 21 شخصا نحبهم يوم أمس متأثرين بدرجات الحرارة التي جاوزت 40 درجة مئوية. وفي الصين اعتبر حوالي 40 شخصا في عداد المفقودين بعد انزلاق للتربة اجتاح موقع لشركة تعمل في مجال المناجم. وطمر انزلاق التربة عنابر النوم التي يشغلها موظفو المنجم في شانغليو بإقليم شانشي، فيما لا تزال فرق الإنقاذ تواصل أعمال إغاثة في الموقع. وإلى فرنسا، حيث أحبط رجال الجمارك محاولة لتهريب لوحة زيتية للرسام بيكاسو كان قد تم ضبطها على يخت في ميناء مدينة كالفي، حيث كان من المنتظر توصيلها إلى سويسرا. هذا وقضت محكمة في جزيرة كورسيكا الفرنسية بمنع تصدير اللوحة الشهيرة رأس امرأة شابة المقدرة قيمتها بنحو 25 مليون يورو، وتسليمها لإسبانيا باعتبارها ثروة قومية. وعملا بقرار المحكمة العليا الإسبانية، القاضي بحظر تصدير اللوحة على خلفية سعي مالك اللوحة لتصديرها إلى لندن. بهذا نكون قد أتينا لنهاية هذه النشرة، لم يبقى فيها إلا التذكير بأهم أنبائها. وزارة النقل والاتصالات تعلن عن طرح مناقصة استشارية لإنشاء مطار إقليمي ومدرجين في محافظة مسندم. وزير الخارجية الإيراني في دمشق لتقديم مبادرة سلام إيرانية، وأعمال عنف تستبق الزيارة يسقط فيها عشرات القتلى. الرئيس التركي يجمد عملية السلام مع حزب العمال الكردستاني، ومداهمات واعتقالات تستهدف مسلحي الحزب. شكرا لكم على طيب المتابعة، نلقاكم بخير بإذن الله. إلى اللقاء.